هذه المرة من عمان لاستكمال ملف الكهرباء مع ضيفي من عمان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة. كل المشاهدين اليوم بهم هذا السؤال، متى سوف يبدأ تصدير الكهرباء من الأردن إلى سوريا ثم إلى لبنان؟ مع نهاية شهر 3 تكون كل الأمور، وصلنا لاتفاقات ما بين لبنان والبنك الدولي وتوقيع القرض. يعني هلأ العائق الوحيد هو البنك الدولي، وبنعرف أيضا أنه في هناك قانون قيصر وفي هناك بعض المحددات مفروضة بموجب هذا القانون. معقول يكون في ظروف سياسية أو عائق يطرأ على هذا الموضوع؟ يعني كل المؤشرات بتقول أنه لا، لأنه كل الأطراف تدعم هذا التوجه. ما عدد ساعات التغذية اللي رح يتلقاها الشعب اللبناني من خلال هذا الاستجرار؟ 150 لست ساعات و 250 على 18 ساعة خلال اليوم. عالمكشوف مع دانيال حسيني. بتشجع الاستثمار اليوم بين البلدين حتى بزل هيدي الظروف الاقتصادية الصعبة؟ الاستثمار العربي مهم، انعكاساته ايجابا علينا جميعا. توجيهات قيادتنا السياسية جلالة الملك بتقديم اي دعم ممكن لاي من اشقائنا. الليلة بعد الاخبار على الاو تي في.